الكابتن عمر يعني صداقه عمر، يمكن واحنا عندنا 11 و12 سنه، اولا في نفس الحي في المحله السبع بنات هنا جنب جنب الملعب على طول، 5 دقايق من هنا للملعب، حي اسمه السبع بنات. كنا بيجمعنا ملعب بنلعب فيه في الشارع، في شارع مشهور في المحله قوي اسمه ارض الشجر في السبع بنات. ال 24 ساعة ما فيش فيها شمس، لأن الشجر كان من ناحيتين وكان مغطي عامل زي شمسية على الملعب، ملعب أسفلت. كابتن عمر وأنا وأحمد الشعراوي، وكابتن أحمد الشعراوي المدير الفني الكبير نادي البلدية، وكان لعيب في غزل المحلة معانا هنا، ولعب نادي المقاولين ولعب نادي كفر الشيخ. فكان ده اللي جمعنا مع بعض. ولما رحنا الناشئين رحنا مع بعض تقريبا واحنا عندنا 13 14 سنه. كان في كشاف عظيم، مدرب عظيم في غزل المحله اسمه الكابتن عزة الملك، كان بيشوف اللعيب يقول لك ده هيبقى لعيب دولي، ده هيبقى لعيب نص نص، واللي يقول هو اللي بيحصل. فاخذني وانا عندي 14 سنه كحارس، 14 سنه كحارس مرمى، لعبت سنه واحده في الناشئين واتضمنا للفريق الاول بعد موسم ما خدنا بطوله بحري 68، وكنت لسه عندي 15 سنه وكم شهر. طلع قرار من رئيس النادي رحمه الله عليه الاستاذ محمد حبيب ان ابصار ما يتمرنش في الناشئين، ياخد دولاب ويبقى مع الفريق الاول من وانا عندي 16 سنه. فكان في الوقت ده كله عمر معايا في جميع مراحل السن، رغم عمر اكبر مني بحوالي سنه ونص تقريبا او سنتين، لكن عشنا مع بعض بقى حلاوه الكوره ومراره الكوره وفرحه الكوره وحزن الكوره. عدينا على مراحل كتير قوي قوي. سنه ما خدنا الدوري دي كانت اعظم سنه، سنه ما لعبنا افريقيا اول سنه بنمثل مصر، سنه موسم 74 ووصلنا النهائي، كانت فرحة عظيمة للمحلة ويمكن لمصر كلها، بس خسرنا النهائي هنا للأسف الشديد، وده كانت أثرت كتير قوي على فريق غزل المحلة وعلى نجوم غزل المحلة في الوقت ده. عمر عبد الله من الناس اللي هي صعب إنها تتكرر في كرة القدم، وأستشهد بكده بالكابتن مصطفى عبده لما بيقول أنا كنت بقعد أتفرج على عمر عبد الله وهو بيعمل السبرنت وبيرفع الكرة وهو بيجري، اتعلمتها من عمر عبد الله. فطبعا لما حد بقيمه وقامه كابتن مصطفى عبده يقول كده، دي شهاده كبيره قوي قوي على الموهبه بتاعه الكابتن عمر عبد الله. وبالفعل هو كان الجناح الطائر زي ما بيقولوا. الاستاذ المرحوم نجيب المستكاوي لما قال على هجوم غزل المحله هجوم اربعه عين، اللي هي صواريخ اربعه عين، عمر عبد الله، عبد الرحيم خليل، عماشه، عبد الدايم، ده كان خط هجوم مرعب لأي فريق، مش في مصر بس، لا في أفريقيا كلها. هتقول لي يا كابتن عبد الستار، هو كابتن عبد الستار طبعا فكرني ان هو فعلا كان موجود في الحي اللي انا يمكن اتكلمت عليه في الاول ونسيت لما قلت انا ومحسن النحريري. لا كان موجود عبد الستار واخوه زكي عبد الفتاح برضه كان جول كيبر. وزكي كان جول، زكي مع المنتخب، هو الاثنين اجواء اخوات مع برادلي. كانوا موجودين فعلا في حي السبع. في امريكا الوقت، هو في امريكا زكي. ربنا يوفقه. فعبد الستار ربنا يديله الصحه، كان معايا فعلا في الحي وكنا مع بعض فترات طويله جدا. وعبد الستار يعني يعتبر اول، هو من الاجيال اللي هي بعد الكابتن خرشد وفؤاد بخيت اللي شالت التيم اللي بقى. شالت التيم بعد كده، ان هو لعب معانا في بطولات افريقيا كلها. نعم ولعب معانا في ماتشات دوري عام كتير يعني.